Merhaba sayın seyircilerimiz, denetimdeyiz programı Kerkük'ten. Bugün trafik dairesiyle ve kontroller kurulları Kerkük'te. Hatta edibisler seyitere eser muhalefetlere ne yasak işler var ise o zaman aynı vakitte talimatları versiler vatandaşlara. Hatta çibisler yan ışıklarını. Bugün kontroller Kerkük'te inşallah her yerde olacaktı. Özellikle bugün biz durmuşuz Arafa Caddesi'nde. Bildiğimiz ki burada kontroller kuruldu. Sabah mahalide. İstirik buradan biz bazı talimat vardı ve kurallar vardı. Bunlara uysun vatandaşlar. Hatta edibisler bizler ne yasak işler vardı. Hatta koymasınlar ki Kerkük'te bazı muhalefet vardı. Kalmasın inşallah. Bugün olacak bu kontrollerden bir saat boyunca kalın bizimle. Sayın seyircilerimiz bildik usta ki görsünüz bu kontroller kuruldu. Azal müşahedeyin mutlu matlahdun. El mefariz el mururiye dâhil muhafazat Kerkük inşallah müstemirre veyakum. Mutlu matlahd deyintuhum talimat ve irşadat inşallah. O amamna haliyen mudir beldet Kerkük, Siyat el Amid. Hesa rahna tkallamu ya. Selamu aleyküm Siyat el Amid. Aleyküm selam. Çok güzel inşallah. Eliyom adkum talimat cedide müşakirin mefariz dâhil muhafazat Kerkük. Naam. هناك برقية من وزارة الداخلية ممارسة أمنية مرورية يخص رصد كافة المخالفات المرورية وبالأخص المركبات المضللة والمركبات الغير المسجلة وهناك تعرف مخالفات أخرى وأيضا هناك بالنسبة للإرشادات والتوعية المرورية عندنا عدد من البوسترات نوزع على السواق وأيضا هناك استبيان للمواطنين رأيها حول الشارع حول المرور حول قضايا لتخص تنظيم حركة السير داخل مدينة كركوك وأيضا هناك يعني مفارز يكون مستمرة داخل كركوك وأيضا بالطرق الخارجية حول هذه الممارسة المرورية الأمنية. نعم سيادة العميد، هل هناك التزام أصحاب المركبات بالتعليمات المرورية والإرشادات؟ تعرف أكو قسم من السواق ملتزمين وأكو قسم غير ملتزم، فهذا شيء عادي لأن قسم من السواق ما يلتزمون دا نرصدهم مخالفات ونغرمهم، والقسم اللي ملتزم احنا ممنونين وما نريد نغرم البقية الاخرى، هم اذا يلتزمون بالحسب هذه الارشادات المروريه، واحنا نحول فصل الشتاء تعرف هم نتاكد على شؤون المتانه والامان الماسحه وشغلات اخرى لان على مود تقليل الحوادث السير. نعم، المخالفات داخل محافظه كركوك، خلينا نقيسها يعني على السنوات الاخرى، اليوم اكو يعني تحسن نوعا ما خصوص المخالفات؟ والله بصراحة احنا عكس السير مثلا يعني بالنسبة للسيارات المضللة وعكس السير وعدم التسجيل قلت من خلال هذه الفترة السابقة شكلنا مفارز وجدية على هذه المخالفات اللي طلع الأمر من السيد رئيس الحكومة، يعني أقدر أقول لك 60 إلى 70% هاي الظاهرات قلت. شكرا جزيلا سيادة العميد. شكرا جزيلا، نتمنى لكم موفقين والنجاح. أعزائنا المشاهدين مشاهدي برنامج نحن في المراقبة، مثل ما لاحظتوا سيادة العميد عميد محمد مدير بلدة كركوك تأكد بأنه المخالفات جاي يقل داخل محافظة كركوك، وهذا عن طريق تشكيل المفارز المرورية داخل محافظة كركوك، وإن شاء الله أصحاب المركبات داخل محافظة كركوك ملتزمين أكثر، ولكن نتمنى منهم بأنه يلبسون حزام الأمان ولا يضللون سياراتهم ويلتزمون بالتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة. نعم حاليا المفارز مستمرة وياكم راح توجه البس حزامك أخي، هذا إلك مو إلي.
تفضل. مثل ما تلاحظون الحزام الامان، البعض ماذا يلبسون الحزام الامان، هاي المشكله الكبيره. يا اخي هذا لمصلحتك، البس الحزام الامان، هذا لمصلحتك. نعم المصور. السلام عليكم سيادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا. المفارز المرورية اليوم أيضا شكل داخل محافظة كركوك. نعم. يعني كثير من الأماكن اليوم أكو مفارز مرورية. نعم. على شو تأكدوا سيادة المتدرب؟ بالبداية أرحب بكم، طبعا مثل ما لاحظتوا مفارز المرورية اليوم مكثفة حسب توجيهات مع الوزير ومدير مرور عام، يتم محاسبة السيارات المخالفة داخل المدينة وخارج المدينة، وأكد سيد مدير المرور العام على المركبات اللي خارج المحافظة اللي هي مركبات الحمل اللي يتم ركنها على كتف الطريق أو يسير بعكس السير على كتف الطريق ويسبب حوادث مرورية، وعادة الحوادث المرورية خارج المحافظة لكون المركبة الآتية بشكل سريع تكون عادة مميتة أو خطرة. فنتمنى من الجميع أن يلتزمون بالقوانين والأنظمة المرورية، أن يبتعدون عن السرعة، يطبقون القوانين المرور لأجل سلامته وسلامة شخص المقابلة. أكو نقطة جدا مهمة، مهما تكون سائق واثق على نفسك مقابلك مو سائق، هاي النقطة كل مرة أنا أعيدها على أي سائق يقول أنا سائق مثلا يمشي سريع، مهما تكون سائق وتمشي بطريقك يجوز أكو حادث قدامك شخص المقابلك ما يعرف يسوق، ما عنده ذاك الخبرة، فلازم دائما تخلي مفاجآت الطريق، احنا نسميه مفاجآت الطريق، مفاجآت الطريق تخلي انه اكو شخص يجهل القيادة، اكو شخص ما ملتزم بالقانون المرور، اكو شخص يحب المخالفات، فلازم دائما تكون حذر بالطريق الخارجي خاصة وداخل المدينة هم ماتير. نعم، سيادة المقدم مثل ما نلاحظ عندكم إرشادات توزعون. نعم. نعم. احنا عندنا إرشادات مرورية نوزع للمواطن، وفي نفس الوقت عندنا استبيان. نعم. استبيان من تسع نقاط، يعني أول شيء مثلا نسأل المواطن، أسعدنا هذا الأخ جاي يسأل، النقيب جاي ياخذ، نسأل المواطن، احنا أول وتالي خدمتنا هدفنا خدمة المواطن، يعني الأعمال اللي جاي نشتغل بها احنا هسه فرضا، هل باعتقاد ان إعادة العمل بالإشارة الضوئية بعد رفع الحواجز الكونكريتية والسيطرات عمل مجدي في تحقيق الانسيابية لحركة السير والمرور؟ يجاوبك بنعم أو لا. مثلا هل باعتقادك ان نظام السير المركبات الزوجي والفردي ساهم في الحد من الاحتقان المرور؟ يعني أسئلة يختار بالضبط. نعم بالضبط بالضبط. وعندنا الأخيرين فقرة الأخيرة الثامنة والتاسعة، بين في أدناه المشاكل والسلبيات التي واجهك أثناء تنقلك في المدينة. مثلا أنا سائق رجل مرور يسألني شنو المشاكل اللي أنت داخل المدينة، مثلا تقول مثلا على سبيل المثال ماكو طصات، ماكو استدارة، رجل مرور ما متواجد، مثلا أي شيء حر هو اللي يسأل، إحنا راح نرفعه للوزارة أو للمرور العامة. مثلا يقول بين في أدناه المشاكل والسلبيات اللي تواجهنا، هذا أنت بين في أدناه مقترحات لمعالجة السلبيات. يعني أنت كمواطن إيش تقترح؟ يعني شو تقول؟ يعني على سبيل المثال إذا هذا الشارع زخم شو تسوي؟ مثلا نعرض الشارع، نخلي طصات، نزيد رجل المرور هنا، يعني هو حر شي يقول احنا نكتب له وندزل للعامة بدون أن نذكر اسمه طبعا. طبعا احنا يفيد، يعني نحاول نستفاد من 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 معلومات المواطن، لأنه هو أول وتالي هو اللي جاي يسير بالشارع، هو إحنا هدفنا مساعدة المواطن، خدمة المواطن في سبيل يكون حركة انسيابات الحركة والمرور طبيعية ونخلص من الاختناقات المرورية، والهدف الأساسي اللي هو منع الحوادث المرورية من خلال الالتزام بالقواعد والتنظيمات المرورية. إن شاء الله، شكرا جزيلا سيادة المقدم. مثل ما تلاحظون سيادة المقدم عامر نيرمان أكد بأنه اليوم المواطن إلى رأي يقدر يملأ الاستمارة بنعم أو لا، يعني اليوم إذا يواجه مشكلة مثلا رجل المرور ما متواجد بأي مكان يقدر يكتب نعم أو لا، مثلا ما متواجد، نعم عنده مشاكل مثلا ويا رجل المرور، مثلا شوارع كركوك مثلا بها طصات هواية، يعني يقدر ينطي رأيه بكل حرية. سايس إزامز بدغوستا كنترولر دوام لذي كالكشتا و bu forum vardı Çigal Bozayçın Bakanlıktan Vizara'dan. Ben de bunu doldurabilir. Bir günde problemi var ise trafik dairesiyle yazarsan. Yazarsan naam evle. Bale hayır. Evet hayır. Yazabilirsen bunları.
Yani bugün de biz tekit ederek vatandaşlara size melavun trafik dairesinin kurallarına uyun. Hatta biz bu problemlerden, bu müşkülerden klas olakın memleketin içinde. Bu da ustaki bizim doğamlı da kontrollerimiz, bu da gözlüğünde kalımızın. Gördüğünüz ki tabii forumları paylaşırlar vatandaşlara bugün Kerkük'te. Oradaki trafik dairesinin kuralları vardı. Bunu verecekler özlerini. Hatta o kısar özüm bir anahu talimat nadi. Hatta her vatandaşın ilmi olsun bir anahu ne yasak işler var ise bunun içindeydi. Anladır vatandaşa. Mekayet olun bu şeyleri yapmamın. Mesela matlahtı azanı müşahidin. Tabii tavuyye للمواطنين ve aydan irşadat min kıbel daire mürur Kerkük. يوزعون بوسترات يأكدون بأنه لا تسوي المخالفة. إذا تسوي المخالفة هذا تعليماتنا بأنه تتغرم كذا مبلغ بأنه يبتعدون عن المخالفات داخل مدينة كركوك. طبعا امامكم هذا المخالفه يوردغوستاكي يسخ بشكلنده قويبتي داملاري دروتلار özünü indi trafik dairesi olmaz bu şekilde kullansın özünü la samhalla düşse bu arkasına zarar verer o yüzden bugün de trafik dairesi duruttu özünü. دب والدتك بالبيت وتعال عنهم مستقاتك يمنا دب والدتك بالبيت عندي تجديد همي استاذ عزيز دب والدتك بالبيت نحن جايين نساعدك جايين نساعدك وصل والدتك للبيت وارجع لنا هذا الوصل وزع فينا والله العظيم اسمعني استاذ تدري شنو شغلتي اخوي مقدم شنو نوع المخالفه؟ نوع مخالفه مشاي محامل سنويه اي وجازه مسحوبه باربيل وسنوية مشاهد سنوية فنضطر نحجز سيارته كودا مع محامل ونسوي سيارته. شلون يثبت السيارة إليك؟ اثبت لي السيارة. اثبت لي ملكية السيارة، أريد تثبت لي هسه السيارة إليك. اشتريها من كركوك. عيني. السيارة أنت هسه ما بيها سنوية. شنو اللي يثبت السيارة إليك؟ عندي مستنسخة أجيب لك إياها. شنو المستنسخة؟ موجودة مستنسخة. المستنسخة ما تمشي عندي أنا الأصلية. انا رجل قانون انا محامي استاذ هاي تدري رجل قانون غير شيل مستمسكاتك وياك اقول لك اخوي انقلب مقدم علي كله تدري توفى اخي وياك اني هذه ما مبرر لك انك مشي للسنويه السنويه هسه انا ضابط بالمرور عندي اجازه بجيبي وعندي هويتي مالت الضابط شايلها بجيبي السنويه هويه السياره السنويه هويه السياره والاجازه لك يعني المفروض السنوية ما تنزل من السيارة أي مفرزة بأي مكان يطالبك إجازة وسنوية احنا نطلب من السائق اثنين الإجازة والسنوية اي شوف عنده مريض والله علاء والله إجابة علاء شوف المريض تمام سيدي شوف المريض عنده مريض بالسيارة مثل ما تلاحظون اكو تسهيلات ايضا من دائرة مرور كركوك حمل عالي فوق الحمولة المقررة نوع المخالفة حمل عالي يعني شايل حمل أكثر من الحمل المقرر قانونا
عند البودي مال السياره هو اعلى من البودي مال السياره اعلى من البودي طبعا يسبب حوادث. هذه اي حاجه محمله ممكن ان تقع على جنب الطريق تاثر على السيارات الثانيه وتسبب لنا حوادث. مجرد سؤال نسالك جاوبنا كمرور مثلا، هل باعتقادك ان العمل بالاشاره الضوئيه انت كمواطن، احنا مديريه مرور نسالك، انت حر بجوابك، هل باعتقادك طبعا استبيان هذا، هل باعتقادك ان اعاده العمل بالاشاره الضوئيه بعد رفع الحواجز الكونكريتيه والسيطرات عمل مجدي في تحقيق الانسيابيه لحركه السير والمرور؟ نعم او لا؟ اكيد نعم. جيد. هل باعتقادك ان نظام سير المركبات الزوجي والفردي ساهم في الحد من الاختناقات المروريه؟ يعني قلل الازدحام الزوجي والفردي؟ بس ما تطبق بشكل صح يعني. يعني انت شو تقول، نعم او لا؟ لا. جيد. هل ترى ان تاثير الطرق بالعلامات المروريه، تاثير الطرق بالعلامات المروريه وعمل الاشارات الضوئيه ومستوى توفر متطلبات سلام المروريه في الطرق ووجود جسور المشاة من قبل الدوائر المختصه مثل امانه بغداد، دوائر البلديه، طرق جسور بالمستوى المطلوب؟ لا. هل برايك ان انتشار وتوزيع المفارز المروريه في الشوارع والتقاطعات والساحات ساهم بشكل فعال في الحد من تأثير الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير والمرور عند تنقلك بمركبتك؟ لا. هل إجراءات المرور كافية للحد من حوادث الطرق والحوادث الدهس؟ نعم. هل إن قانون المرور يحد في حوادث الطرق وحوادث الدهس؟ أكيد. ما مدى تقييمك لبرامج التوعية المرورية التي تقدمها مديرة المرور في التثقيف في خطورة الحوادث المرورية؟ يعني شنو دورك أنت من تشوف البرامج المرورية عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التلفزيون؟ هل له تأثير للمقابل؟ اللي يشوفه أكيد له تأثير. جيد. إيه أكيد. لا جيد جيد أكيد طبعا. واحد بين في أدناها المشاكل والسلبيات التي واجهتك أنت وأثناء تنقلك بالمركبة بعمل مديريه المرور. يعني انت اهل كركوك مو؟ يعني انت تتجول داخل مدينه كركوك، شنو المشاكل اللي جاي تحس بي؟ مثلا اكو اختناق مروري، اكو طصه، اكو يعني شنو انت اللي جاي؟ المشاكل اللي نشوف مثلا بلا فروع اكو طصات هواي، اكو الفروع مثلا بي 4-5-6 طصات، اي واحد اثنين. انا كمواطن اشوف مثلا اكو اماكن يحتاج يكون المرور موجود هناك ما دا اشوفه، يعني مثلا كلهم مثلا متجمعين اماكن ما يستوعب هالقد مرور. مثلا هاي مثلا يم شو اسمه اسل، اكل هاي النفق يم سعد احتفالات، ماكو مرور هناك، اكو اختناق بالعكس. يعني بين في ادنى مقترحاتك لمعالجه السلبيات والمشاكل التي واجهتك، يعني شنو ايش تنصحنا مثلا انت كمواطن؟ نريد ناخذ رايك، يعني شو تقول؟ يعني شنو هاي السلبيات شلون تتصحح؟ يعني والله انا كمواطن يعني مثلا يتوزع المرور بشكل متساوي على كل المناطق، على بالاخص الاماكن اللي يتعمر، بالاخص اللي الاماكن مثلا كل شوارعنا مثلا هاي طريق بغداد بحفر هوايه، ناس اعمارهم كبيره بالعمر ما يشوفوا الطصات، هواي يصير حوادث مروريه، هواي يصير مشاكل، غير مثلا يحطون علامات فسفور او فتشي او هم يبلغون الجهات المقاولات اللي ينفذ. انا كش اسمه انا كمهندس معماري مثلا يبلغون المقاولة مثلا يحطون علامات مرورية أو إرشادات في سبيل المواطن مثلا من يجي يشوفه، مو مثلا يقع بمشاكل أو شو اسمه. بارك الله فيك، نعتذر على التأخير. شكرا جزيلا. نعم سيادة المقدم، كل حرية أنت رأيك. نعم كل حرية، هو حق الحق، احنا نريد نستفاد من الاستبيان. عجب احنا اللي جاي نقوم به خدمة المواطن مرتاح به. يعني في بعض الأحيان احنا انت اكو في بعض الأحيان اكو دوائر او اشخاص يجون يقولون نريد يخلونا مطبة صناعية لوجود مثلا ازدحام مروري او حوادث دهس، بينما اذا تخلي المطبة الصناعية راح انت راح صحيح تحل مشكلة بس تفتح لك تسد باب، تفتح لك 100 باب. يعني على سبيل المثال تخلي المطبة الصناعية راح يصير عندك زخم مروري مو طبيعي. يعني صحيح انت قضيت على، بينما العلاج مالته انا برايي يخلون جسر للمشاة، هذا افضل شيء. هذا مو من تخصصنا بس احنا نكتب للبلديه في بعض الاحيان يخلون جسر بالضبط. في نفس الحاله احنا قضينا على
الحالات الدهس وحركة انسيابية السير والمرور بقى الطبيعية، يعني ما عندنا مشاكل، ما يصير اختناقات مرورية. في بعض الأحيان الطصة الاصطناعية تسوي لنا مشكلة، يعني الاختناق المروري يجي سايق ما يعرف هاي الطصة الجديدة على سرعته، السيارة قدامه واكو يسوي حادث مروري. سيارة المقدم بالمشاريع الجديدة صار عندكم مشاكل أو حوادث؟ نعم صار عندنا مشاكل وحوادث، تم التنسيق مع المقاولين مع البلدية في وضع حواجز، في وضع علامات مرورية، علامات بأنه وجود أعمال. طبعا من خلال متابعتنا وضعوا علامات، بس مع احتراماتي ومع الأسف لبعض السواق قاموا بدهس هاي العلامات وكسرها. هسه حاليا أغلب المناطق الموجودة داخل مدينة كركوك كسرت العلامات، والعلامات اللي تدل انه اكو حفريات او عمل تعمير الشارع. مع الاسف يعني خاصه السيارات الحمل الكبيره تقوم بدهسها وما تطابق قانون المرور الصحيح في 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 حال عدم وجود رجل مرور ذاك المنطقه. بينما انت تعرف يعني ما بالامكان احنا كل راس فرع نخلي رجل مرور، يعني انت تعرف طريق بغداد على سبيل المثال مسافه طويله، يعني انت بهاي اللحظه اللي ما موجود بها الدوريه او رجل مرور يقوم بالمخالفه، انا اشوفه شيء غير حضاري. وهذا الشخص يعني مهما كان لازم يفكر انه هذا بلده، هذا هاي مدينته. يعني اذا انت ما تطبق القانون هو ما يجيني واحد من غير بلدي يطبق القانون هنا. المفروض احنا كلنا نحس بالمسؤولية كمواطن كشرطي كإلى آخره، نحس بالمسؤولية أمام الشعب أمام الوطن أمام البلد، إنه هذا بلدنا. إذا إحنا ما نطبق القانون به إحنا ما نخدم، ما يجينا واحد غريب يخدم الوطن. فرجائي من جميع السواق اللي جاي يخالفون ما يطبقون العلامات المرورية والأنظمة المرورية والإشارة الضوئية ويروحون عكس السير أن يتركون هذا التصرف اللي بصراحة جاي يسبب مشاكل ويسبب حوادث مرورية. أنت ما تضر نفسك، بس أنت ما تحب تريد تضر نفسك مو بهالشكل هذا، انه تسبب حادث مروري الجهه المقابلك، يعني جزء بها اطفال بها النساء بها شيوخ، هاي السياره المقابلك هذا شنو ذنبه انت تدعمها ويتسبب بحادث وفاه او عوق او الى اخره. فاعيد واكرر اتمنى الكل يطبق القوانين والانظمه المروريه بشكل صحيح حتى لا لا لا, لا نتسبب الى حوادث مروريه واختناقات مروريه. سياره المقدم هو خارج عن هذا الموضوع، اليوم هو المواطن ده يسالون مثلا اذا يريد بسيارته يتوجه يروح تركيا او يروح الايران، شلون يقدر يستخدم الاجازه السوق مالته؟ نعم، بالنسبه للنظام الحديث طبعا بعد التحديث الاخير النماذج الجديده بالامكان لاي شخص، قبل لازم يروح يسوي اجازه دوليه بالامكان، تريد تروح تركيا هاي الاجازه لانه الترجمه صارت بالعربي والانجليزي، بالامكان تروح لاي دوله مثلا تريد تروح تركيا، تروح تركيا باجازتك هاي بعد ما يحتاج الا تروح تسويها على انجليزي تسويها دوليه. بالنموذج الجديد. نعم بالنموذج الجديد بالامكان، وما بقى قبل يعني انت عندنا قبل اجازه خصوصي عمومي. اي سياره اي شخص يحصل على قياده سياره نوع الاجازه بي معناته اي سياره صالون اذا كانت اجره او خصوصي بالامكان استعمالها بالامكان قيادتها. بينما للسياره اللي شخص اللي يجي يريد سياره مثل عنده قاطره مقطوره يجي ننطي فقط اجازه القاطره مقطوره، مو مثل قبل عنده اجازه جيم بالامكان يسوق قاطره مقطوره يسوق كوستر يسوق قماره يسوق نعم كل لا صار كل سياره إلى إجازة خاصة، يعني مو مثل قبل. يعني أنت سيارتك منشأة تجي تأخذ سيارة منشأة، سيارتك قمارة تجي تأخذ سيارة قمارة، إجازة قمارة بالضبط. إن شاء الله شكرا جزيلا لكم، مستمرين إن شاء الله بمفارز المرور. أعزائي المشاهدين مثل ما تلاحظون المفارز المرورية متشكلة بطريق عرفة، وإن شاء الله استفادتوا من سيارة المقدم مثل ما تكلم قال بأنه يبتعدون عن المخالفات. فنتمنى من المواطنين داخل محافظتنا العزيزة محافظة كركوك بأنه يبتعدون عن المخالفات، وإن شاء الله يلتزمون أصحاب المركبات بحزام الأمان وأيضا عدم تضليل الجامات، هذا النقاط الأساسية إن شاء الله. أي واحد عنده مشاكل يواجهها ننتظر تعليقاتكم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. برنامجنا برنامج اسمه نحن في المراقبة، برنامج نحن في المراقبة تكتب أو دانت مديس بروغراما راح يطلع لك الصفحة. أي تعليق عندك أو أي منشور عندك تريد تنشره
توجه لنا الشكوى، احنا راح ننشرها عن طريق صفحتنا، صفحه برنامج نحن في المراقبه. مفارز مرورية مشكلة ان شاء الله طريق عرفة، ومستمر وياكم. البس زين حزامك، هذا لمصلحتك اخي، هذا لمصلحتك. انت كيف بحياتك ما شاد حزام وما تعرف شلون انشد؟ اسمح لنا بالسنوية. عندك اجازه؟ اجازه سوق؟ لا ما عندك؟ تفضل اطبق على الصفحه. مسوي يعني حاجز هسه؟ اخي بدون اجازه سوق تنحجز السياره. حاجز بالله؟ ماكو حاجز، ما عندك اجازه. انت والله ما مكمل تراي. والله ما مكمل تراي. اي ما مكمل بس حاجز. تفضل اطبق على الصفحه. اطبق على الصفحه. تفضل. مسوي له سحب وشنو فاضي؟ هذا تنحجز. ما عنده اجازه سوق. بدون اجازه؟ يحيل الى المحكمه. مثل ما تلاحظون ما عنده اجازه سوق وما لابس حزام الامان. فراح يروح للحجز مع الاسف. اي واحد ما عنده اجازه سوق لا يسوق السياره. ايضا استماره استبيان. السلام عليكم. ناخذ من وقتك دقيقتين مو اكثر اذا امكن. يعني عندنا استبيان، انت كمواطن كسائق راح نسالك عده اسئله تجاوبنا حتى احنا نستفاد من عنده في سبيل نقضي على الاختناقات والمشاكل المروريه. سؤال اول، هل باعتقادك ان اعاده العمل بالاشاره الضوئيه بعد رفع الحواجز الكونكريتيه والسيطرات عمل مجدي في تحقيق الانسيابيه لحركه السير والمرور؟ لا لا. أه؟ لا لا. هل باعتقادك ان نظام سير المركبات الزوجي والفردي ساهم في الحد من الاختناقات المروريه؟ ما ساهم الاختناقات المروريه. يعني نعم. هل ترى ان تاثيث الطرق بالعلامات المروريه المختلفه وعمل الاشارات الضوئيه ومستوى توفر متطلبات السلامة المروري على الطرق ووجود جسور المشاة من قبل الدوائر المختصة بالمستوى المطلوب؟ تقريبا زين يعني ما مستوى المطلوب. نعم. هل برأيك أن انتشار وتوزيع المفارز المرورية في الشوارع والتقاطعات والساحات ساهم بشكل فعال في الحد من تأثير الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير والمرور عند تنقلك بمركبتك؟ نعم. هل إجراءات المرور كافية للحد من الحوادث والطرق وحوادث الدهس؟ أعيد السؤال ما افتهمته. هل إجراءات المرور كافية للحد من حوادث الطرق وحوادث الدهس؟ يعني إجراءاتنا إحنا كمرور كافية للحد من الحوادث المرورية وحوادث الدهس؟ يعني فعالة مو فعالة؟ لا لا فعالة. نعم. هل إن قانون المرور يحد من حوادث الطرق وحوادث الدهس القانون الجديد؟ ما مدى تقييمك لبرامج التوعية المروري التي تقدمها مديرية المرور؟ هل المرور عفوا في التثقيف من خطورة الحوادث المرورية؟ يعني أعيد السؤال، ما مدى تقييمك لبرامج التوعية المرورية التي تقدمها مديرية المرور في التثقيف عن خطورة الحوادث المرورية؟ يعني احنا كبرامج مرورية نطلع أي محافظة، مرور العامة، مرور المحافظات، يعني نثقف المواطن انه لا تسوق سريع، شد حزام الامان، يعني تستفاد انت من عنده في تقليل حوادث. نعم نعم طبعا. لا ما بيها نعم، جيده لحد ما، غير جيده. جيده. عندنا السؤال الثامن، بين لنا ما المشاكل والسلبيات التي تواجهها انت اثناء تنقلك بالمركبه بعمل مديريه المرور، يعني شنو المشاكل اللي انت يوميا تفتر بكركوك، انت منها كركوك مو؟ تفتر بكركوك، شنو المشاكل اللي عندك تلاحظها بالشارع؟ يعني شنو المشاكل اللي تشوفها؟ المشاكل يعني الازدحامات والاختناقات وشنو سبب الحوادث، يعني شنو المشاكل اللي انت جاي تشاهدها؟ والله هي ماكو مشاكل كمرور، بس هو يعني انا السواق هم جايين يمشون سريع. نعم. ويعني عندك بس الطرق، اكو طرق ما جاي نقدر نفوت منها، الطاسات الشوارع، فالسائق شي يسوي يكسر عليك، انا مو الطاسة المشاريع شوية اخرتنا وجاي تدمر مشينا. نعم زين.
بين في ادناه مقترحاتك لمعالجه السلبيات، يعني هاي السلبيات اللي حكيتها انت، شنو اللي ايش تقترح يعني انت كمواطن ايش تقترح على الدوله على المرور انه تتعالج؟ يعني كل حريه يعني هسه السائق يسوق بسرعه، شو تقول يعني ايش تنصحنا نسوي حتى في سبيل نقضي على هاي الحاله؟ والله يشكك، هو الا المفارز زي الله تقضى عليهم، الا المفارز والشوارع لو شويه همين يخلصوها احسن. الصناعيه والمشاريع طبيعيه، الطاسات الصناعيه ما بيها شيء يعني ياثر عليها، نحن هي طاسه وتوقف عليها وتمشي على راحتك، يعني هاي ما تاثر على السائق ما بيها شيء. بالنسبه للمشاريع، المشاريع بس يعني لو يخلصون شوي على السريع، هي هاي شوي اخرتنا هي هاي. بارك الله بك، نعتذر على التاخير، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا انطهم رايه سياده المقدم، طبعا المشاريع نفس الشيء، بعض المرات الطصات لا يقول، فهذا موجوده كل محافظات تقريبا. نعم نعم موجود، ولكن نتمنى ان شاء الله سياده المقدم بانه الطصات يتقلل داخل محافظه كركوك. نعم. المواطن هو ده يسوي بيده الطصه، يعني نعم. بعض المرات هو ده يجيب يسوي الطصه، هاي المشكله اللي يشتكون المواطنين داخل الافرع مثلا. احنا كمديريه مرور مسؤولين على الشوارع، بينما الرصيف والافرع مسؤوليه البلديه. أه. نعم يعني مسؤوليه البلديه، بس احنا كواجب مثلا اي شخص يجي مثلا يقدم شكوى او عنده مقترح نكتب للبلديه، لانه هذا مو من شغلنا رفع المطبات او نصبها، عندنا هندسه المرور هي اللي عايده البلديه كركوك هي اللي تقوم بهاي الاشياء. وبالنسبه اكو موضوع جدا مهم ذكر الاخ، يعني السرعه الشديده داخل المدينه، ذكر المواطن انه السرعه من قبل السواق، يعني هاي جاي يعاني من عده. نعم اكو في بعض الحالات تشوف السائق يسوي زكزاك سياقه باهمال ورعونه، يسبب الى حادث مروري او يسبب الى خوف وحلق السائق المقابل، خاصه اذا السائق كان حديث، يعني سائق حدث، يعني ما عنده ذاك، من يشوف سائق يفوت بصفه يجتازه من 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 طرف اليمين بسرعة عالية يقوم يخاف، يقوم يرتبك، يجوز يسبب إلى حادث مروري. نعم. يجوز يسبب إلى أنه يترك مساره يذهب إلى مسار آخر يسبب حادث مروري أكبر. فنتمنى أنه كل مواطن لي تأخذ السرعة أساس أنه سائق أني جاكي وأني ما أخاف، يعني هذا برأيي جدا خطأ. السرعة داخل المدينة محدودة ومعلومة، منطقة إلى منطقة تختلف، والسرعة خارج المدينة همينة محدودة. بالإمكان أنه أكو نقطة جدا مهمة، بالإمكان لأي سائق لازم يخلي بينه وبين السيارة المقابلة اللي إذا كان داخل المدينة أو خارج المدينة مسافة الأمان. مسافة الأمان إحنا شو استفاد من عنده؟ على سبيل المثال سيارة قدامي، مفاجأة الطريق، طفل طلع قدامه، صارت طصة صناعية، حجر واقع، أي شيء يلزم بريك. اذا اني ما عندي مسافه بالضبط، اذا اني ما بخلي بيني وبين السياره مسافه امان راح تسبب بحادث، بينما اذا عندي مسافه امان الزم بريك براحتي واوصل للسياره ما يصير حادث. اكو في بعض الاحيان يخلي مسافه امان بس السياره اللي وراه لا، فتشوف عده سيارات تصير. قبل فتره صارت عندنا 12 سياره واحده ورا الاخ داعمه، ليش؟ ما تاركين مسافه امان. طبعا مسافه الامان على سبيل المثال اذا داخل المدينه اذا 3 مترات أو 4 مترات، إذا السرعة كانت فرضاً 60، لازم خارج المدينة كل ما السرعة يكثر يكون مسافة الأمان أكبر. لازم أنت من يمك من مخيلتك، أنت إذا تلزم بريك لا سمح الله، إذا تمشي 100-120 تلزم بريك 3 مترات 5 مترات هم ما يكفي، أقل شيء لازم عندك فد 10 مترات، أكثر من 10 مترات في سبيل تلحق إنه ولا تسبب حادث مرور. سيادة المقدم أيضاً نشوف بأنه أكو حجز الدراجات النارية. نعم. عن طريق مفارسكم أو عن طريق الشرطة، شنو الإجراءاتكم خلال هاي الأيام خصوص الدراجات النارية؟ نعم يتم حجزهم مثل ما قلنا البرنامج السابق، يتم حجزهم ونتأكد من أولياتهم، اللي عنده أوليات يتم تسجيل الدراجة النارية حالها حال المركبة، يتم تسجيلها داخل المديرية وتثبيت لوحاتها وطبع سنويته ويلا يطلع، وبشرط لازم يكون عنده إجازة السوق اللي هو عمره لازم 16 سنة بالإمكان يقدم على إجازة السوق، لازم يكون عنده إجازة السوق أثناء القيادة، حتى لو عنده سنوية وعنده إجازة السوق لازم يخليك حماية الرأس اللي هو الخوذة والكسارات. وبالليل عادة يعني رسالة لإخواني سواق الدراجات، بالليل في الأماكن المظلمة خاصة خارج المدينة من تتجول حاول تلبس زي
انه يكون به فسفور حتى السائق اللي يجي من بعيد يشوفك، لانه انت في بعض الاحيان تمشي بسرعه داخل الشارع والسياره اللي تجي تشوفك ما تشوفك تسبب حادث سير، يجوز السائق الدراجه يتوفى. الخوذه هو يحميه يعني. الخوذه يحميه، وهذا الفسفور اللي ورا ظهره هذا يحميه، لانه السائق انت تعرف الفسفور مدى بعيد بس الاشاره راسا يعكس، فالسائق من بعيد يلاحظ انه اكو دراجه فيخفف ياخذ احتياطاته فما يتسبب حادث. اذا الدراجه الناريه سياره المقدم ما بي اوراق رسميه تنحجز وتحال الى الجمارك، يعني نقول لهم للمواطنين بانه لا يشترون دراجات ناريه اذا ما بي اوراق بالضبط رسمية. تنحجز يحال الى الجمارك طبعا من خلال القضاء، يحال المركز يحيل السيد القاضي يوقف الشخص ويحجز الدراجة مالته، فمن يخاطبنا سيد قاضي التحقيق عن أوليات المركبة نقول هاي سيارة ما مسجلة، هاي الدراجة ما مسجلة وما بها أوراق رسومية ثبوتية بأنه تثبت هذا الشخص وداخله بشكل رسمي، فيتم حجز الدراجة. نعم. مثل ما تلاحظون أعزائنا المشاهدين المفارز مستمرة والإرشادات مستمرة إن شاء الله. أتمنى تستفادون من كلام سيادة المقدم بأنه اليوم لازم نلتزم بالتعليمات المرورية وأيضا مخالفات. شنو نوع المخالفات؟ أخي هذا وضع الستائر. وضع الستائر. نعم. مثل ما تلاحظون يخلون ستائر. سيادة الرائد أكدت أكثر من مرة بأنه لا يضعون ستائر على الجامات داخل السيارة. شنو السبب ذي يضعون ستائر أكثر من؟ لحد الآن المواطنين ما ملتزمين بالقانون المرور. ونحن دورنا بلغنا عدد مرات بأنه السيارات لا يوضعون الستائر والزجاج المظللة. بعض السواق التزموا بالقانون المرور وبعض لحد الآن مغلسين على ملتزمين القانون. ونحن من واجبنا أي سيارة إذا ما مثبت يعني ما ملتزم بالقانون المرور نفرض عليها الغرامة 200,000 على السيارة المركبة مالته حتى مرة ثانية ما يكرر نوع المخالفة. مثل ما تلاحظون وضع الستائر نوع المخالفة، مع الأسف كثير من المواطنين اليوم ده نأكد بأنه لا يضعون ستائر بالسيارة لأن هذا ممنوع قانونا ما يجوز. شنو مخالفة هذا؟ عدم وضوح اللوحة. عدم وضوح اللوحة نعم. وما إجازة السوق. سنويته نافذة نعم. تفضل أخي أطبق سيارتك، طبعا سيارة مال غاز سيارة حمل. تصور إجازة السوق هم ناسيها ما عنده إجازة السوق. بس خلينا نسأل نتأكد من عنده. السلام عليكم. وين إجازتك؟ إجازة كم لورقي نوتة ليم ينصني وا. أي ستو شو سعر اللي أخري؟ عمل ودرت ما أروم لا بايعك التلفون. شي برقيك تيتو والله تشوفيري تيتو شي برقيك تيتو شتيه كم داريها؟ بلي أبي مولتك تبيه بيان آخرين فرمو أتم بيرك لو بيش داني طبعا للأخ ما يقول الإجازة مالتي منطيها للوكيل مدري من أبو النفط فما أخذين من عنده الإجازة هو حسب ما يدعي. إحنا إذا ما عنده شيء رسمي مستمسك رسمي إنه يعني عنده إجازة. نعم. إذا سحب من الدوائر بأنه لا يأخذون إجازة السوق لأن إجازة السوق ضروري جدا. نعم. يأخذون يما لا لا ما يأخذون إجازة السوق. إجازة السوق ما الدوائر ما تصور عندها شغل بها. إجازة السوق هاي حجة السائق يتحجج بها بصراحة. الجنسية هو المعمول. نعم الجنسية بطاقة السكن التموينية إجازة السوق شو يسوي بالدائرة؟ فإحنا إجراءاتنا هذا الشخص هسه أولا عنده مخالفة إنه اللوحة الأمامية موافقة، ثانيا السنوية مالته رقم سليمانية السنوية مالته نافذ يعني تاريخ النفاذ مالته منتهي 2018 ما مجدد السنوية وفي نفس الوقت ما يحمل إجازة سوق فعليه يتم إجراءات القانونية بضد أنه تنحجز المركبة وتم تغريمه. ننتظر أنه إذا عنده إجازة يجيب الإجازة، إذا برزلنا الإجازة وندق يمنا بالحاسب أنه إجازته أصولية فيتم التعامل معه أنه بس المخالفة مالته أنه عدم وضوح اللوحات والمخالفة الأخرى عدم حمل إجازة السوق. بس عنده إجازة السوق ما نحيله للمحكمة إذا عنده إجازة السوق، بس إذا ظهر ما عنده إجازة السوق لا يحال إلى المحكمة ويقوم سيد القاضي إجراءات القانونية ضده. نعم سيدكم مثل ما تلاحظون بأنه حاليا راح يتأكدون من عنده، إذا ما عنده إجازة السوق هذا بحث آخر إن شاء الله. والمفارز المرورية مستمرة على طريق العرفة، راح نتوجه
طبعا مركبة أخرى تصور نفس المقال ما عنده إجازة. الله يساعدك، وين إجازتك؟ والله عمي بسليمان ياخذوه على مود سيارة لوحة قديم ضاربينها مي واقع لو رقة اسمه. هذا اللوحة مالتك هاي وين قديم؟ سيارة ثانية بي ام. إيه زين، من أخذها من عندك؟ منو؟ مرور؟ إيه مرور. زين وين الوصل؟ جن. وين الوصل؟ سيارة ثانية بتدوس. يعني هسه أنت توني وصل. إيه أدري يا خير، هسه تبرز الوصل حتى أنا أتأكد إنه عندك إجازة وتم سحبه. زين ليش ما راجعت تروح تدفع الغرامة اللي عليك مثلا؟ عمي اليوم بس هسه اروح اوصل السياره. مو يمي شلون تروح؟ مو هذا السياره ارجع وانطي هذا السياره. هسه المفروض انت تشيل اجازتك، بما انه اجازتك تم سحبها من قبل مفارز المرور فمنطيك وصل، فمن منطيك وصل المفروض الوصل يمك، فانت بما انه ما شال الوصل عليه يتم محاسبتك. نقيب رائد علاء بدون اجازه السوق، ما يحمل اجازه السوق. يقول انه جماعه المرور صاحبين الاجازه بس الوصل ما موجود يمه، فوي احد المنتسبين تتوجهون به للحجز. بتقرير سيد المدير مثل ما تلاحظون عنده مخالفه. اخي راح اجمعك اسالك مجموعه اسئله استبيان. السؤال الاول، هل باعتقادك ان العمل بنظام الاشارات الضوئيه بعد رفع الحواجز الكونكريتيه عمل غير مجدي في 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 تحقيق انسيابيه لحركه السير؟ والله عفوا يعني اذا سؤال حتى يعيده اذا ما فهمت اعيدك. انه العمل بالاشارات الضوئيه نعم. بعد رفع الحواجز الكونكريتيه عمل مجدي لو غير مجدي؟ والله شيء اكيد مجدي. السؤال الثاني، هل باعتقادك ان نظام سير المركبات الزوجي والفردي يساهم في الحد من الاختناق المروري؟ لا ما راح يساهم. السؤال الثالث، هل ترى ان تأثيث الطرق بالعلامات المرورية المختلفة وعمل الاشارات الضوئية ومستوى توفير متطلبات السلامة المرورية على الطرق والجسور المشاة من قبل الدوائر المختصة مثل أمانة بغداد، دوائر البلدية، الطرق والجسور الى غيرها عمل مجدي لو غير مجدي؟ والله مجدي وضروري. السؤال الرابع، هل برأيك أن انتشار وتوزيع المفارز المرورية في الشوارع والتقاطعات والساحات ساهمت بشكل فعال في الحد من تأثير الاختناقات المرورية؟ نعم. السؤال الخامس، هل إجراء المرور كافية للحد من حوادث الطرق وحوادث الدهس؟ السؤال السادس، هل أن قانون المرور يحد من حوادث الطرق وحوادث الدهس؟ السؤال السابع، ما مدى تقييمك لبرنامج التوعية المرورية التي تقدمها مديرية المرور العامة في التثقيف عن خطورة الحوادث المرورية؟ في كركوك نسبة 50%. يعني صح جيدة. بس بعد شنو المشاكل والسلبيات التي تواجهك أثناء عملك بالمركبة والمنطقة بعمل مديرية المرور؟ والله الازدحامات بالتقاطعات. الازدحامات بالتقاطعات. بعد هي هاي بس الازدحامات، الازدحامات التقاطعات ما عندك شيء. الدوام اثناء الدوام وقت الذروة. زين، السؤال التاسع، بين في ادنى مقترحات لمعالجة السلبيات والمشاكل التي تواجهك اثناء تنقلك بالمركبة بعمل مديرية المرور. شنو المشاكل اللي تواجهك؟ والله ماكو كل مشكلة يعني الطريق زين كل زين ماكو مشاكل. يعني معالجة السلبيات شنو معالجة السلبيات؟ يعني هسه ذكرت اكو ازدحامات شلون نقدر نعالجها؟ والله الالتزام يعني الالتزام بس بال يعني وقت ال خلينا نقول ال وضع الكاميرات الكاميرات والالتزام بال يعني بالتقاطع خاصة من قبل التزام اصحاب المركبات؟ اي اصحاب المركبات والمرور انه يسيطر. بسرعة مثل ما تلاحظون هذا استبيان دي يسألون المواطنين والمواطن إلى رأي
وبكل حريه يقدر يجاوب. نعم سياده النخيب، اليوم دا اشوف المواطنين الحمد لله متعاونين وياكم بشكل جيد، وانتم امين ما نقصين ان شاء الله بمفارسكم طبعًا. المروريه جاي تنطون الشهادات. نعم شلون تشوفون اصحاب المركبات ملتزمين بالتعليمات ان شاء الله داخل؟ اشكرك اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السيد مدير المرور العام والسيد مدير مرور محافظه كركوك العميد جمال والسيد مدير البلده المحترم حول تكثيف المفارس داخل محافظه كركوك وانتشارها وضمن التقاطعات والهذا، والعمل جيد والمواطنين متعاملين بشكل جيد وبصوره صحيحه. شكرا جزيلا. اشكرك اشكرك. اعزائنا المشاهدين مثل ما تلاحظون المفارس المروريه مستمره على طريق عرفه. بلدق استاذ سانسي زارمس كنترولر دوامضه ترافيك دائره سنيوليدا ان شاء الله عرفه جداسندا وبس ان شاء الله تك امازمز اوذا بانه حتى بس اذا بلغ كركوكتا يسغ الشرق الماسن اذا بروبلم لرق الماسن يدا قلبالق واريسا حتى بلار حبسن تشوسلر بيجون ترافيك دائراسي كنترولر كله كاركشتا وده سيزون مصلحات وصير إناني كي بيجونا بيز التزام يتساق يسا مقايات وصاق قرشاقمز جيرساق يدا جاملار تضليت ماون يدا تعليمتلارا كرالارا ويون حتى بيز بيجونا بير مشكلالارا بير بروبلملارا قالميخ كارجون شارسندا حقيقتان بعض وطنداشار وارد بالي bakın bir çeşit kalabalık oldu ama bu sizin masahatı üstünde. Hatta iki dostlar ben o otomobillerde müşküle yoktu, problem yoktu. Ve bütün otomobillerin sahipleri iltizam edipler. Tek ama zarı budur. Bir şey istemiyorlar sizlerden. Her çeşin icazası ve aynı vakitte kurşak giripti ve her şey tamamdı. Diyeler özne buyurun biz memnunuz sizden. Ama bir günde bazı yasak işler var ise inan ki trafik dairesi diyecekti yok. Ben sana ceza vereceğim, bu cezayı meze kabul etsin, bu şekilde meze olsun. Yani bir günde eze muhasebe olmasa, ceza olmasa, inanın ki bir fadada yaşarık, bir problem olur müştemeğimiz içinde ya da caddelerde. فاستهدفنا بده ان شاء الله. اعتقاد ان اعاده العمل بالاشارات الضوئيه بعد رفع الحواجز الكونكريتيه والسيطرات عمل مجدي في تحقيق انسيابه المرور؟ نعم نعم, نعم جيد نعم جدا. نعم. هل باعتقادك ان نظام السير المركبات الزوجي والفردي ساهم في الحد من الاختناقات؟ احسن شيء احسن شيء. نعم. نعم. هل ترى ان تاثيث الطرق بالعلامات المرورية المختلفه وعمل الاشارات هذا جوا يعني النظام بعينه؟ نعم انحدار يمين. نعم. مواشي جيد جدا. هل برايك ان انتشار وتوزيع المفارز المروريه في الشوارع والتقاطعات والساحات ساهم هذا جوا لانه ما عجان يقومون يسوقون بالسياره؟ بارك الله فيك. يعني ما عنده اجازه سوق اخذوا نعم اخذوا هاي الحوادث كلها منهم. هل اجراءات المرور كافيه للحد من الحوادث الطرق وحوادث جيد جدا؟ نعم. هل إن قانون المرور يحد من حوادث الطرق وحوادث الدهس؟ يعني قانون المرور إيه نعم إيه نعم. ما مدى تقييمك لبرامج التوعية المرورية التي تقدمها مديرية المرور في التثقيف؟ جيد جدا جيد جدا جيد جدا. نعم. عندنا هنا السؤال الخامس استبيان، بين أدنى المشاكل والسلبيات التي واجهتك أثناء تنقلك بالمركبة. أنت يومية تجي أنت من هالكركوك كثير من العجان صغار راكب للسيارة ويخبر بالموبايل وما يطبق نظام المرور، لا إشارات لا يشوف طسة لا زعام ما يقبل. نعم بعد عجان هذه. نعم زين شنو الحل؟ الحل تطلع مفارز وحجزهم أقل شيء كل سيارة تغرم 100,000. بارك الله بيك وبيك وانا ممنون اخيرك ممنون حياكم كل الهلا شرف بيكم عافية عليكم. gördüm ustaki teşekkürler sunular trafik dairesine. Bir günde gerçekten değiller icraat alın bu vatandaşların hakkında ki yasak bir şekilde çabalılar ya da muhalefeler vardı. Bir gün trafik dairesinin istedikleri oldu ceza versinler hatta tekrar olmasın bu şeyler. Her devlette ceza vardı. Cezaydan o insan daha kafasına koyar. Ceza yedi, o yanlışlığı yapmaz. Bugün de bizim de otomobillerimiz maalesef çok gençler vardı. Bir şekilde sürü otomobili sanki bir yoldaydı. Ben o yolda 120 sürülü. Ama yanlış bir şekildeydi. Çok havadisler oldu ya da çok kazalar oldu. Hepsi bunların yüzündendi maalesef. Bir de motorlar yüzünden bugün de millet bezar olupdu motorlarından. Çünkü o motorlarına ses koyuyorlar, o ses milleti bezar edir caddelerde. Hakikaten bir günde biz nenelere ve babalara
istediğimiz orada seyterle onu şoklar uza ve koymavın motorlara ses koysar ya da uzaklaştırın özlerini motordan. Çünkü motor huda girmeyipse, şapkası girmeyipse ya da asbabı vardı her motorun, onu girmeyipse bu bir tek şasi özne düşer öler dakikasında. Ve biz temenniyatımız budu, istediğimiz budu milletten. Mekayet olun, istediğimiz o da seyteri edagın, hatta kazalardan irak olagın.